شو رح يصير إذا اجتمعت لبنان مع الصين؟ يلا نشوف. وصفة رائعة من ابتكاراتي، سيدها الفلافل. هاي الوصفة رح تزين سفرتكم برمضان. بتجيبوا فلافل مقلي وبتهرسوه كتير ناعم، بعدين بتنقلوه على وعاء الخلط. خلوا الوعاء يكون هيك غميق، تمام؟ هلأ رح أجيب حبتين بندورة أو ثلاثة صغار وأفرمهم ناعم وأديرهم فوق الفلافل، وكمان رح أضيف نعنع. بطل لي كم ورقة، بغسلهم منيح وبفرمهم ناعم وبضيفهم فوق المكونات. رح أضيف مع هاي الحشوة كمان مخلل لفت، كمان رح نفرمه ناعم وبنديره فوق المكونات كلياتها، بعدين بنخلطهم منيح، وهيك صار عندي أطيب حشوة فلافل. السبرينج رولز ببلش أطول ورقة ورقة وأجهزهم للحشي. طبعا يا جماعة خلوا مقدار الحشوة موحد لكل الورقات عشان الشكل يطلع عندكم كل واحد ومرتب وحجم يعني كويس، لا يكون واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. بتلفوها بالطريقة المعتادة، وبعدين بتدهنوا طرفها بشوية طحين ومي وبتسكروها كتير منيح. بتخلصوا الكمية، وبعدين بدنا نجهز طبعا الغلاف تبعها أو التغميسة تبعتها. رح أنزل أول شيء السبرينج رولز بالطحين، بعدين بشيلهم وبحطهم بالبيض. بتأكد أنه عم يتغلفوا كتير كويس من جميع الجهات، طبعا بالطحين وبالبيض، وآخر شيء بالبقسماط. غلفوها كتير منيح وشيلوهم على جنب وحطوهم بصينية أو بصحن، لأنه هلأ لازم ندخلهم على الفريزر تقريبا 5-7 دقايق. وبهاي الأثناء أنا رح أجهز التغميسة أو الدب. رح استخدم حمص. لكل معلقة حمص بحط معلقة لبن أو روب. حطيت معلقة بمعلقة، بعدين رجعت زودت كمان معلقة بمعلقة، فصار عندي معلقتين حمص بمعلقتين روب، وهيك الدب صار جاهز. رح أحمي الزيت. أهم شيء الزيت ما يوصل لمرحلة الغليان، يعني لدرجة حرارة ما قبل الغليان. بخلي النار وسط وبنزل السبرينج رولز وبصير أقلب فيهم على الخفيف عشان ياخدوا لون جميل من جميع الجهات، بعدين بحطهم على الورق التنشيف وبتركهم لينشفوا، وبشيلهم وبقدمهم بالطريقة اللي بدي إياها وبزينهم بالطريقة اللي بدي إياها. ورح أقدم الدب معاها أكيد، وحطيت مخلل لفت. الوصفة جدا ناجحة وجدا طيبة، وبنصحكم تجربوها، صراحة رائعة. شو رأيكم؟ إشي بجنن. بسم الله. عن جد بتجنن.